السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرغب مسؤول أحد عمالقة البطولة الإنجليزية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري رايان أيتنوري، ويرتبط المدافع أيتنوري مع نادي ويلفرهامبتون الإنجليزي بعقد تنقضي مدته في صيف 2026. وبدأت إدارة نادي ليفربول في جمع المعلومات عن اللاعب الجزائري على أمل الاستفادة من خدماته لاحقا، فيما يبدي أيتنوري صدى إيجابيا بخصوص هذه الالتفاتة كما أشارت أحد تقارير الصحافة الإنجليزية. ويقدم رايان أيتنوري عروضا فنية راقية مع بداية الموسم الحالي سواء مع فريقه ويلفرهامبتون أو المنتخب الوطني الجزائري، كما ترك رايان أيتنوري انطباعا رائعا في مواجهة ليفربول، وهو ما جعل مسؤولي النادي يدخلون في متابعة اللاعب من أجل ضمه في قادم المواعيد. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.